هذا السباق اللي عملناه هنا في طنجة، وهو أول مرة كيتنظم في المغرب اون جينيرال وخصوص في المدينة ديالنا. هذا السباق هذا ديال الصيد العمودي، هو عنده تقنيات كبيرة وعنده ماشي بحال ديك الصيد التقليدي اللي كان قبل. إذا السباق الحمد لله أبارتيغ ديال 12 ديال المراكب كيكون السباق ناجح. احنا اليوم لاحظنا كاين المشاركة ديال 23 مركب ترفيهي اللي شارك في هذا السباق بالفرق ديالو. إذا كاين 23 فرقة في 23 مركب، والجميل في هادشي هو احنا في شهر رمضان، شهر التوافق والتعاون. هاد الحوت هذا كامل اللي تصيد اليوم هنا في مضيق جبل طارق غادي يمشي لجوج ديال الجمعيات الخيريه. جيت من الدار البيضاء على قبل لا كومبيتيسيون. في الاولى كومبيتيسيون درنا واحد البريفينغ كيفاش غدوز لا كومبيتيسيون، النظام اللي غيدوز، القوانين اللي غيدوزوا. القوانين اللي دازوا بوغ لا بروميير فوا كان قانون شي زوين بزاف، كان داكشي منظم مزيان 100%. وبعدا كنشكر الناس اللي سهروا على هادشي، وصراحه كانت داروا مجهود كبير باش يديروا هاد المسابقة. وبور لا بروميير فوا غادير في المغرب، وأول حاجة. ثاني حاجة هي الصيد الرياضي، الصيد الرياضي من لابيش سبورتيف اللي صراحة أحسن حاجة الواحد يديرها هي لابيش سبورتيف. كنشجعوا تبارك الله الشباب بزاف يديروا هاد لابيش سبورتيف، حيت الحوت اللي كتستهدف حوت كبير بزاف. سي اون بيش دو بروسبكسيون، أول حاجة سي اون بيش دو بروسبكسيون. عرفاوي ما شاء الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. لا يما بيسار يما ديال طنجة، وبرافو لو باتو شاباتو، برافو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.